احنا وصلنا لقطر الحمد لله بخير وعلى خير، والحمد لله مني في قناة الصباح كنسولوا على لي فول وعلى لي بيت ماتش، لقينا بان سيدنا الله ينصرو خص لينا واحد 7 ديال الطيارات بواحد الثمن رمزي تقريبا اللي هو 5000 درهم، وهذه بادره كنشكروا عليها سيدنا والخطوط الملكيه وسيدنا الله ينصرو. وكنتفاجئوا بان لي بيت ديال الماتش اخويا حميد هذا الصباح عاود كيتباعوا في السوق السوداء في سوق واقف بثمن خيالي اللي هو 20000 درهم. كيحتكروا مجموعه ديال الناس الجزائريين كيرتديوا اقمصه ديال المنتخب الوطني، والجمهور المغربي عاود راه ما لقاش التذاكر اصلا، راهم ما كاينينش. فكنطالبوا من السلطات المغربيه والسي فوزي القجاع وصاحب الجلاله الله ينصرو باش يتخلوا يلقاو لنا حل لهاد التذاكر هذا، ما نوقعوش في نفس المشكل اللي وقعنا فيه الماتش ديال السبليون، باش الواحد يقطع تذكره ب 20000 درهم وما قطعاش من الفيفا، وقطع عند واحد جزائري هاز التوني ديال المغرب ولا واحد هندي هاز التوني ديال المغرب. فهاد الشيء لا يعقل، فخص السلطات المغربيه تنسق مع السلطات القطريه على راسهم سياده الامير اللي كيساند المنتخب الوطني، وكنشكروه من هذا المنبر وكنشكروا الشعب القطري كله، وكنتمناو يكون التنسيق باش تحارب هذا السوق السوداء ويتمكنوا المغاربه يدخلوا يتفرجوا في التيران، ماشي بحال الماتش اللي فات نص ديال المغاربه بقاو على برا. وتحية للشعب المغربي كامل، وتحية عاوتاني للناس بومية 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 إلى الأبد. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.